اسالك سؤال بس، انت مسجل اليوم كل الاسم؟ تعال نشوف اسمك، تعال شوف اسمك، تعال اذا سمحت، اذا سمحت هون عند السكري، جنب السكري الوحده، عياده السكر فيش عندنا، عياده السكر التقدم، عياده السكر لوزاره الصحه. طب شو لها دخل يا عمي؟ هي هذا مرض مزمن ليس بحاجه لعلاج طارئ، هذا مريض جاي يعلق فقط لا غير، لانه احنا على الساعه 10 نستقبل كافه المرضى ونستقبل كافه الحالات الطارئه، ولا يوجد اي تقصير بحق اي مواطن بحاجه لعلاج. ونتحدى في هذا الكلام، لكن هناك بعض، على ما يظهر ان بعض المدسوسين يتكلم باسم هذا الشعب، وهذا الشعب اسمعني، وهذا احنا الاطباء، اسمعني يا اخو اسمعني، هذا بشتغل انا مواطن 44 سنه في منظمه التحرير، مش مدسوس، الي حقوق بعد نضال 44 سنه، انت حاله طارئ على الشعب الفلسطيني. عمي لك قضيه انت، انا عندي قضيه، انا مواطن فلسطيني، بدعي اني مواطن فلسطيني، بدعي في حقوق المريض، اين هي حقوق المريض؟ نحن مع نقابة الأطباء في مطالبها العادلة والشرعية، ولكن لنا مأخذ على هؤلاء الأطباء النخبة في المجتمع الفلسطيني، أنهم لا يقومون بإخطار أو إعلام المواطن في تعليق الإضراب قبل 72 ساعة حتى لا يحضر المواطن المريض إلى العيادات الخارجية ويتفاجأ بأن هناك تعليق للإضراب. ما ذنب المواطن اللي جاي صايم؟ ما ذنب المواطن اللي عنده ارتفاع في الضغط؟ ما ذنب المواطن الذي عليه أن يجري تحليلات سريعة؟ لماذا لا يتم إخطار المواطن قبل الوقت، مش في يوم الإضراب؟ عندك مراجعة اليوم؟ أنا عندي مراجعة في القلب. شو بدك تعمل هلأ؟ بدي أستنى للعشرة حتى في علقوا إضراب، وما بدي أروح أرد أرجع. امبارح في الليل بحكي لك تقرر الإضراب، لازم المواطن يظل متسمر أمام التلفزيون أو على الفيسبوك مشان يشوف إضرابات الزكارن وإضرابات الأطباء. احنا منركز ان احنا عم منطبق او نقوم بما طلب منا من قبل نقابة الأطباء، اللي هو ان نوقف العمل ساعتين، وليس على الحالات الطارئة او على الحالات اللي بحاجة لعلاج او على العمليات او على السرطان، او بغض النظر الطوارئ مشتغلة عنا، الطوارئ تعمل، العيادات ستعمل عنا بعد 10 دقائق. نحن في وقفتنا هاي محاولة لتحسين تطبيق هذا القرار بطريقة صح، إنه يكون متفق عليه من قبلنا كأطباء أو من قبل نقابة الأطباء، على أسسه، على صيغة توافقية تتم لمصلحة الطبيب ولمصلحة المواطن ولمصلحة هذا الشعب. نحن لا نطالب بإلغاء هذا القرار، لسنا ضد أي أحد، نحن أطباء نطالب أن نعيش حياة كريمة. جينا على المستشفى في إلنا معاملات وراق بدنا نأخذها من المستشفى، كل أمورنا مشيت 100% وما في حدا اعترض على شيء، وأمهلونا خلال 10 دقائق الطبيب بيكون بغرفته، بتدخلوا بتاخذوا التقرير اللي بدكم إياه. كل الاحترام، إحنا مراجعين جايين من نابلس والله يا عمي، وكل الاحترام للأطباء، وإحنا مع الأطباء في حقوقهم، فهمت كيف المشروعة؟